بدأت الوفود الدبلوماسية في الوصول إلى القاهرة اليوم للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيستمر مدة يومين بدءا من غد، وذلك بهدف توفير $4 مليارات التي يطلبها الفلسطينيون لإعادة تأهيل البنية الأساسية في القطاع الذي دمرته إسرائيل في حربها على غزة خلال حرب 50 يوما، والتي خلفت نحو 2100 شهيد فلسطيني. ومن المنتظر مشاركة نحو 30 وفدا في المؤتمر، وأكدت تركيا مشاركتها، حيث وجهت مصر الدعوة لأنقرة نظرا لعضويتها في لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية. كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي عن أن مصر ردت $500 مليون أوائل الشهر الجاري إلى قطر، كانت أودعتها الدوحة لدى البنك المركزي منذ نحو عام ونصف العام. وأكد رامز في تصريحات صحفية اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن أن مصر سترد $2.5 مليار أخرى بداية نوفمبر المقبل، خاصة أن الدوحة لم تطلب تجديدها. أكد البنك الدولي أن المشاورات التي تجرى مع القاهرة حالياً لصياغة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك في مصر 2015-2019 كشفت عن أن توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة خدمات الصحة والتعليم، تتصدر قائمة الأولويات. وقال مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة في تصريحات صحفية إن حجم تمويل البنك حالياً لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى $5 مليارات، لكن منها حوالي $3 مليارات غير مستغلة بسبب التأخر في الإنجاز. ودعا إلى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. شهدت الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر حصاراً أمنياً مشدداً من قبل وزارة الداخلية وشركة فالكون للحراسات الخاصة والأمن الإداري لمواجهة أعمال الشغب التي دعا لها طلاب الإخوان مع بدء العام الدراسي. وتمكنت الجهات المعنية بالتأمين من السيطرة على أمن الجامعات وإجهاض دعوات طلاب الإخوان للتظاهر. واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وقوات الأمن والعربات المصفحة، فيما اختفى طلاب الإخوان من المشهد. أجلت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد رشوان المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتراء السبت محاكمة 23 متهماً، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك على خلفية اتهامهم في أحداث الاشتباكات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وذلك لجلسة 16 من أكتوبر الجاري. عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتراء اليوم القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وحازم فاروق والإعلامي أحمد منصور بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وقادت بمعاقبة المستشار محمود الخضيري ومحسن راضي وأسامة ياسين وعمر زكي بالسجن لمدة 3 سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ تعويض بقيمة 100,000 جنيه إلى المدعي أسامة كمال، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم تعذيب محامي بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير.
بعد مشروع ترميم استمر 16 عاماً، افتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الكنيسة المعلقة بمنطقة مجمع الأديان. من جانبه قال البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن فكرة بناء الكنيسة غير مسبوقة في العالم كله، حيث تم بناؤها على بقايا حصن بابليون الروماني وهو سبب تسميتها بالمعلقة، مضيفاً أن ترميم الكنيسة رسالة وفاء للآباء والأجداد الذين بنوها وأنها ستبقى متحفاً للحضارة والتاريخ. إيمان عبد الشافي، آخر النهار. شكراً للزميل إيمان عبد الشافي والزميل أحمد حربية على تقرير الأخبار.